안녕하세요. 여러분, 저는 와파예요. 오늘 제가 다시 여러분에게 한국어를 알려드릴 거예요. 근데 옆에 계신 분은 새로운 분이시네요. 누구시죠? 저예승이에요. 모로코 사람인데 한국에서 학생이에요. 학생이에요? 어디 학교 학생이세요? 아주대에서요. 아주대요? 네. 무슨 공부하세요? 한국말로 공부하고 있어요. 한국말이요? 그럼 이제 비디오를 하나 볼 건데요. 여기 빨간 부분에 있는 그 영상을 집중해서 봐주세요. 오늘 배울 부분이에요. 학생이세요? 네, 저는 학생이에요. 저도 학생이에요. 만나서 반갑습니다. 또 만나요. 네, 하나쌤, in a wide, wide, wide video, 클람, 모마도. 모마도, 야니 빌로가 عربية أيضا ومماتو تستخدم بعد الأسماء مثلا أنا أقول باللغة الكورية نادو نادو يعني أنا أيضا وإذا شو يعني نسرين أيضا باللغة الكورية نسرين도 تمام هي ممتازة زين نحن وايد عندنا متابعين طلاب في الجامعة وفي الثانوية في متوسطة نسرين شو يعني 중학생? 질밋 في المتوسط. وشو يعني 고등학생? 고등학생 يعني 질밋 في الثانوية. وشو يعني 대학생? 대학생 يعني طالب في الجامعة. 그럼 نسرين. أنا طالبة في الجامعة. كيف نقول باللغة الكورية? 저는 대학생이에요. 네, 맞아요. 제가 다시 한번 말해볼게요. 저는 대학생이에요. زين نحن تعلمنا كلمة تو هذا انتو تقدرون تستخدمون بشكل طبيعي زين يلا نتدرب نسرين 질문이 있어요 네 نسرين 학생이에요? 네 학생이에요 언니는요? 저도 학생이에요 نسرين 그럼 대학생이에요? 네 아주대학교 학생이에요 언니는? 아, 실은 저는 졸업을 했어요. 니스린. 저는 근데 니스린이 부러워요. 아니요, 저도 언니가 부러워요. 왜냐하면 언니는 졸업해서 저도 빨리 졸업하고 싶기 때문이에요. 니스린, كيف كانت تصوير حق اليوم? التصوير ديال اليوم كان ممتع بزاف وكان فيه بزاف ديال الفائدة بالنسبة للناس اللي مبتدئين في اللغة الكورية فممكن يستفدوا بزاف من هذا الفيديو كنتمنى انكم تشوفوا كاملين واللي بغى يتواصل معايا يلا هنقول يدير فيديو بحالي فممكن يتواصل معاهم في الايميل اللي كان هنا كيبان ولا في الحساب ديال الانستغرام ديال هنقول شكرا زين في الحلقة القادمة احنا نتجمع التعليقات من الحلقة الثانية ومن الحلقة الخامسة يعني الأشياء الصعبة مديحة في تواجد عليكم أنياام تعليقات كثيرة الفرق بين نادو وتوبو